والعكس، ايه العكس صحيح.
ضغط اللب. Thank you.
الطاقة لتحرير بيئة الضغط عبر نقص في شكل ايش؟ الأرض، يعني لو أنا غيرت شيء حيكون على الأقل ايه؟ شيء أفضل بحيث الطاقة التخسير تمام تبقى ايه؟ سهلة. كمان إنه لا يميز الشغل بين الحرارة استخدام الطاقة التخسيرية عن طريق ايه؟ تزويد الحرارة أو عن طريق بس ايه؟ لازم الشغل. بلك يمكن تحويل الشغل كليا الى حراره، ولكن العكس غير ايه؟ في الواقع غير ممكن. انا يمكن تحويل الحراره كليا الى شغل استخدام ايه؟ تغير المناطق المحيطه. يمكن تحويل الشغل الى حراره، ولكن يمكن الحراره كلها الى شغل. ليه؟ لان انا مثلا عندي غاز معين او بشتغل على نظام معين. ولكن انا بشتغل على سائل ولكن الماء. لو انا عايز احول ريحه بوضع اربع درجه حراره. بستخدم كل بتحول ايه؟ لبخار. يعني بكتسب ايه؟ طاقه بتحول طاقه ايه؟ حركه بتتحرك من هل كمية الحرارة كلها دي تحول الضغط حرارة الجو حرارة الحرارة دي لا بيوجد السم بس بتحريك الجزيئات دي من ايه؟ من السائل، وبالتالي
ذكر جسم ساخن عندك، جسم ساخن تمام وجسم بارد، تقدر تاخد درجة الحرارة والثلج تحطه المية، بس الثلج ينخفض أكثر درجة الحرارة دي، ها تيجي تعمل العملية دي بالعكس، ده انت بتاخد درجة حرارة الساخن وتديله البارد تمام، وبالتالي بتوصل درجة حرارة ايه؟ تعدى منه. لو صعب ان انت تبرد ده وتسخن الثاني، تبرد البارد وتسخن ايه؟ السخن، انما انت تسخن